ياسمين من الجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. أستهل حديثي عن اختطاف الأطفال الذي أصبح ظاهرة تبث الرعب في قلوب الأطفال والأولياء بعد أن استحلفت الجريمة في حق هؤلاء الأطفال الأبرياء. كل هذا يأتي من طرف أشخاص خلت قلوبهم من الرحمة الذي لم يجدوا رادعا في الجزائر بعد إجماد قانون الإعدام سنة 1993. فتعددت الأسباب بين السحر والشعوذة والمخدرات وغيرهم. عن قبل علي بن أبي طالب حين سكت أهل الحق عن الباطل توهم أهل الباطل أنهم على حق، فمن حق غير أن يعيش في سلام، ومن حق غير أن يعالج، ومن حق غير من الأطفال أن يتعلم. وحتى الآن ولهذا ظاهرة الاختطاف تتطلب منا تضافر، ومن القانونيين الذين يدرسون ويتناولون هذه المواضع في حقوق الإنسان أن يضعوا أنفسهم مكان أولياء الضحايا. مصلحة الطفل فوق كل اعتبار. أرقام مخيفة سجلتها الجزائر في الآونة الأخيرة في قتل الأطفال الذين راحوا ضحايا أيادي بشرية. يجب أن يدق ناقوس